سلطة البطاطا الحلوة بنحتاج لكوبين بطاطا حلوة مقطعة مسلوقة، كوب فاصوليا حمراء، كوب بازيلا، بصلة مفرومة. تمام. يعني للتتبيلة بنحتاج لملعقة خردل، ملعقتين زيت زيتون، ملعقتين عصير ليمون، فص ثوم، ملعقة شطة حمراء مجففة. الدسنك التالي هيوة شوية خردل، شاي بسمسم. تمام. طيب ماشي. على ايش معترض عبد الله بالله؟ مش عاجب الموضوع. اه بقول لك سمسم، بقول لك عشانك بتقول لي سمسم. شو دخلك عبد الله؟ يا اخوي بدكم اياه سموه، انتم حرين. طيب اضفنا الخردل والثوم وعصير الليمون، ورايح اضيف كمان شويه من الفلفل الابيض، واكيد يا سمير شويه من الملح. الآن بعد ما عملنا هالتتبيلة نبدأ يا سمير نضيف باقي المواد من فاصوليا حمراء ومن بازيلا. الآن راح أدخل هيك برشة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر. عندي البطاطا الحلوة هون بدأ موسمها ورخيصة كثير، الكيلو مبارح اشتريته بنص دينار، كثير مناسبة وموسمها. قشرتها وعملت العملية السلق، طبعا لا يغركم أنه كثير قاسية بالسلق، ما تاخذش معكم دقيقتين بالذوب، وهي مقطعه طبعا. حكينا بنضيف البطاطا، طبعا لا فيش عندنا مانع رشه بقدونس كمان من اشتال، بس خليني اضيف البصل بالاول يا سمير، وهي كمان رشه من البقدونس. هي عنا هون سلطة بطاطا حلوة، جربوها عن جد كثير كثير يعني رح تحبوها.